تجربة شخصية مؤلمة كانت الحافز الذي انطلق منه مشروع هذه الحلقة. تامر مواطن مصري فقد أخته بسبب الأدوية المغشوشة. الحادثة الأليمة التي تعرض لها كانت دافعاً مباشراً لتجاوز مأساته الشخصية والقيام بخطوة عملية تجنب المجتمع، ليس المصري فحسب بل العربي بشكل عام، من التعرض لحوادث مماثلة. ريادة الأعمال في المشروعات ذات البعد الاجتماعي موضوع حلقتنا الليلة، بعد أن نتابع معاً أصله. أصلي الفكرة الرئيسية منها هي محاربة البضائع المقلدة والمزيفة، وبالذات الدواء. يمكن الدواء من أكثر الحاجات اللي بتتعرض للتقليد، فاحنا بنحاول في أصلي ان احنا نحل مشكلة الكاستمر، الناس وهي رايحة تشتري، يعني هو واقف في الصيدلية يقدر يعمل تأكيد verification، يتأكد ان الدواء اللي هو بيشتريه أصلي، وانه يقدر يعرف الاكسبايري ديت بتاعه. فبالتالي اي حاجه ثرو السبلاي تشين او اي حاجه ممكن تكون مزيفه دخلت في الدواء وهو بيتباع، احنا بنتاكد بنميك شور دايما ان الدواء دوت اللي الكاستمر بيشتريه اصلي، ما تعرضش لاي نوع من انواع التاني. اصلي الفكره ان احنا بيبقى عندنا سكراتش كود زي كده موجود على المنتج، الكاستمر بيعمل سكراتشنج للكود دوت، وبيبقى تحتيه رقم يونيك او ما بيتكررش خالص، بيبقى متكون من عادة 12-16 ديجيت، ففرصة انه يتكرر حوالي 1 على 20 مليار. الكاستمر بياخد الرقم دوت يبعته كرسالة نصية او SMS للرقم بتاعنا اللي موجود على الكود، او بيستخدم موبايل ابليكيشن وبيعمل سكاننج للكود دوت وبرضه يبعته للسيرفيس بتاعته. بيجيله verification، بيجيله تأكيد يقول له ان المنتج دوت اصلي، ولو هو دواء مثلا او فود بيقول له التاريخ الانتهاء الصلاحية كذا. انا كصيدلي ببقى عايز احافظ على سمعتي انا كصيدلي وعلى المكان. لما يجي لي دواء مثلا يقول لي لا ده مش كويس، ده بايظ، دي الازازة دي مرشحة، الدواء الكبسولة دي مكسورة، عايز اتأكد انه فعلا الكلام ده مظبوط، وان انا بحمي نفسي من الكاستمر اولا، وبحمي الكاستمر من الشركة نفسها. فده كويس قوي ان انا اتأكد لما اجيب طلبية كبيرة شوية، اعمل يعني اخد عينات عشوائية كده، اتأكد ان كل الطلبية كويسة كده، بيخليني انا مستريح لما يجي لي كاستمر ابقى واثق من ان انا بديهم. والله احنا في البداية اعتمدنا على نفسنا لفترة، وبعدين كنا محتاجين حاجة زي incubation أو نقطة انطلاق، يعني حد يعمل لنا حضانة تكنولوجية. فالمبلغ اللي احنا كنا محتاجينه كنا بنتكلم في حوالي 50,000 دولار. جزء كبير من المبلغ ده قدرنا نأمنه عن طريق incubation أو حضانة الأعمال التكنولوجية ديت، هي اسمها ترنيت، موجودة في دبي، وقدروا ان هم الحقيقه يعني يساعدونا كتير جدا في بدايه المشروع، في تعريف الماركت سيجمنت بتاعتنا، مين احسن كاستمرز نقدر نروح لهم. ساعدونا في الريتشمنت، الوصول للحكومات، الوصول لل كل اللي بنقول عليهم الستيك هولدرز او الناس اللي يقدروا يستفيدوا من الخدمه دي، زي مثلا الجمارك، الشرطه، حمايه المستهلك، الهيئات الرقابة على الأدوية في بلاد مختلفة. كل الحاجات دي يعني بتبقى أسهل الحقيقة لو الواحد لا incubation أو لا أحد يساعد ويفتح له channels مع الناس دي. هي أهم الصعوبات اللي بتواجه أي startup أو أي حد بيبتدي في المنطقة عندنا هنا. أول حاجة بتبقى التمويل، يعني إن finance، إن حد يلاقي investors أو اللي بنقول عليهم الانجل investors أو السيد فند، الفلوس المبدئية اللي تتحط عشان المشروع يبتدي. فدي طبعا it took us some time، يعني دي حاجة خدت وقت، بس هو يعني اللي أنا أقدر أقوله إن لو الناس dedicated، لو الناس عندهم product و service فكروا فيها كويس ولقوا إنها فعلا ليها سوق وليها market، وكمان في الاخر لما هيقدروا يقولوا الحكايه زي الحكايه اللي انا حكيتها من شويه دي كده، لما الواحد يحكيها الناس هيصدقوا،
الناس واهم حاجه يصدقوا في الحاله ديت يصدقوها هما اثنين، الكاستمرز او العملاء والانفستورز او المستثمرين اللي هيستثمروا في المشروع ده. فدي صعوبه من الصعوبات المهمه. تاني صعوبه دايما بتبقى هو ان شركات كبيره او شركات متوسطه حتى تقتنع بالشركات الصغيره. احنا اسمنا ستارت ابس، احنا انتربرينورز، رواد اعمال، فبيبقى احنا شركه لسه ما لناش اسم. فاي شركه عشان تقبل انها تتعامل مع شركه بهذا الحجم او تاخد منها منتج او تاخد منها سيرفيس، دي حاجه بتاخد وقت. سندخل في تفاصيل ريادة الأعمال ذات البعد الاجتماعي مع كريم جربو الخبير في ريادة الأعمال بعد أن نتوقف مع معلومات ذات صلة مباشرة بمشروع الليلة. يبلغ حجم مبيعات الأدوية المغشوشة عالمياً 75 مليار دولار سنوياً. 30% من الأدوية المغشوشة هي في الدول النامية، و50% من الأدوية المتداولة عبر شبكة الإنترنت هي أدوية مزيفة. سنتابع أفاق الاستثمار بعد فاصل قصير. إذن ينضم إلينا مباشرة من دبي الخبير في ريادة الأعمال كريم جربو، أهلا وسهلا بك. موضوع حلقتنا الليلة نركز فيه على المشاريع ذات البعد الاجتماعي، ولكن بداية دعنا نبدأ بتعريف مقتضب لما نقصده بالمشروعات ذات البعد الاجتماعي. شكرا معايا. هي في الحقيقة عبارة عن ريادة أعمال، والهدف من ريادة الأعمال هو حل مشكل معين سواء كان اقتصاديا أو تجاريا، وقد يكون أحيانا الابتكار. لكن عند رواد الأعمال الذين يهمهم الأمر فيما يخص خدمة المجتمع فهم يهتمون بحل مشكل اجتماعي معين، فهذا هو الفرق الأساسي بين ريادة الأعمال عامة وهؤلاء الذين يحاولون أن يكونوا من بين ما يسمى بريادة الأعمال الاجتماعية، وفي النهاية يكون فيه أرباح مثلا مالية، وهذا لا يناقض ذاك. نعم. طيب كريم، هل حظوظ هذا النوع من المشروعات التي تتوجه للمجتمع مباشرة تتوفر فيها حظوظ النجاح أكثر من مشروعات أخرى؟ هي كغيرها من مشاريع ريادة الأعمال، لكن الحقيقة أن مشاريع ريادة الأعمال التي نجحت كان لها أثرا أحيانا عالميا، ويحضرني بعض الأمثلة. مثلا دكتورة ماريا مونتيسوري في إيطاليا التي رأت أن التعلم لا يتم عبر التلقين وإنما عن طريق الممارسة، أو كذلك مثلا جو موني بفرنسا الذي يعتبر مهندس للاقتصاد الفرنسي بعد الحرب العالمية الثانية، والذي أسس جمعية الصلب والفحم والتي من خلالها جاء الاتحاد الأوروبي مثلا، أو مثلا محمد يونس ببنغلاديش عن طريق البنك للفقراء من الفقراء إلى الفقراء. إذن هذه المشروعات أو المشاريع إذا تمت بطريقة جيدة ومؤطرة يكون لها أثرا إيجابيا جدا، ثم تنتشر هذه الإيجابية أحيانا عالميا. نعم. طيب كريم، ما هي القطاعات برأيك الاجتماعية التي تشكل بيئة خصبة لهذا النوع من المشروعات والتي لم يتم تلبيتها كما يجب بعد؟ الحقيقة أن المشاكل الاجتماعية تزداد حاليا، وربما يكون هذا ناتج للمشاكل الاقتصادية والمالية التي عاشها العالم مؤخرا. لكن عامة ما نراه حاليا قد يكون في مجال التعليم، في مجال حماية البيئة، في المجالات الصحية، فهذه ربما النقاط خلينا نقول يعني الموجودة في كل الدول تقريبا، خاصة الدول النامية، وإن كان بدأت تظهر في ما يسمى بالدول المتقدمة كذلك. فإذا هي متعددة لكن فيها نوع من الشبه، هذا ما نلحظه حاليا. صحيح. هل يمكن أن نتحدث بشكل أكثر تفصيل ربما عن الأفكار التي يمكن الاستفادة منها الشباب لنعطي بعض الأمثلة، خاصة حضرتك خبير في هذا الموضوع، يعني بماذا تنصح الشباب عندما يقرروا أن يقاربوا موضوع أو مشروع مبتدئ معين في ذات بعد اجتماعي؟ النصيحة الأولى أنه إذا كان لأي شاب فكرة معينة أن لا يخافوا من الفشل، هذه نقطة مهمة جدا، لكن لابد عليهم من التقييم العقلاني. أقول هذا لأن عادة رواد الأعمال يخوضون هذا النوع من الأعمال من خضم الهواية، ولأنهم فعلا يحبون ما يقومون به، فأحيانا هذا يأخذهم من العقلانية أو الواقعية إلى الأحلام، وهذا شيء قد يساهم سلبيا في أعمالهم. ثانيا، لابد عليهم أن يحضروا أنفسهم عن طريق نموذج للعمل يتسنى لهم من استقطاب رؤوس الأموال.
ثالثا عليهم أن يركزوا خاصة في حالة خدمة المجتمعات، والسبب أنه أي مشكلة اجتماعية يرتبط بها عدد من المشاكل، فإذا لم نركز على المشكلة الأساسية قد يحدث يعني نوع من الخلل وتصبح الفكرة غير جدية ولا يمكن الاستمرار فيها. فهذه إذن ربما المشاكل التي يجب عليه أن يتفاداها رواد الأعمال عامة. وشيء ثاني كذلك هو أن يطلبوا الاستشارة من الذين قد سبقوهم في مثل هذه الأعمال والبحث عنهم كذلك، مثل ما ذكرتم مثلا في مع أصلي وتامر قبل هذا اللقاء. نعم، سأعود معك إلى بعض هذه النقاط، ولكن نتحدث قليلا عن مشروعنا الليلة، عن أصلي. ما الذي ميز هذا المشروع؟ وأنوه هنا أن حضرتك من i360 أيضا الذي تابعت مشروع أصلي بكافة مراحله. نعم، مشروع أصلي هو فعلا منبثق من مشكلة عويصة جدا في المجتمعات. فمثل ما ذكر تامر، القضية بدأت عندما توفت أخته رحمه الله بسبب خطأ طبي، خطأ يعني كان في مشكلة، الظاهر أنه التطعيم الذي أخذته أخته كان يعني مغشوش، ففكر في حل. فحقيقة مشروع أصلي له بعد يفوق فقط الأدوية. نحن نعلم مثلا أنه في عدد كثير من الحوادث تحدث على الطرقات بسبب هذه السيارات أو القطاع الغيارات المغشوشة، وهذا مشكل كذلك. فإذا أصلي فعلا يعني يضغط على مشكلة أساسية في المجتمعات، وهي الغش التي هي في تفاقم. والمشكلة كذلك أنه المواد المغشوشة لا نستطيع فعلا أحيانا أن نميز بينها وبين المواد الأصلية. نعم. إذن ففعلا مشروع أصلي له مدى اجتماعي وبعد اجتماعي إيجابي جدا. نعم كريم، نتحدث قليلا عن التحديات الخاصة بالمواضيع التي تتعاطى مباشرة مع المجتمع. كريم ذكر نقطة رئيسية هنا، وهي مسألة الثقة، خاصة عندما تتقدم بمشروع يلامس مباشرة حياة الأفراد. كيف يمكن أن تكسر حاجز الثقة عند مشروع مبتدئ جديد غير معروف في السوق بالنسبة للمستثمر وبالنسبة أيضا للمستهلك الذي يستخدم هذا المنتج؟ طبعا الثقة، أولا الثقة بالذات، وربما يتعلمها الإنسان عبر التجربة. وثانيا حينما يكون رائد العمل قد ميز نفسه في عن طريق مشروع معين، قد يبني سمعة، يعني سمعة أو خلينا نقول يعني إيجابيات تظهر على الساحة. الآن الأمر الثالث كذلك بما يخص المستثمرين، أن ما يهمهم فعلا إذا كان هدفهم فقط الربح، يهمهم أن يظهر من خلال هذا البرنامج أو هذا المشروع أنه فعلا فيه مردودية لهذا المستثمر. فإذا كان القالب كله أو كان البرنامج مبني سويا، ففعلا يكون الإنسان عنده ثقة أكثر، والمستثمر يكون عنده ثقة أكثر كذلك. سريعا لو سمحت كريم، لدينا دقيقة لنعرج سريعا على أهمية موضوع حاضنات الأعمال. لن أسألك ما هي الإضافة التي قدمتموها إلى مشروع تامر، بالعكس سؤالي سيكون ما الذي كان ينقص مشروع أصلي أو غيره من المشاريع المشابهة فيما لو لم يتجه إلى استشارة حاضنات الأعمال مثل i360 أو Turn 8؟ الأمر الأساسي الذي كان قد ينقص تامر هو التأطير، بمعنى أنه ينتقل من الفكرة إلى النموذج الذي يكون فعال ويتبلور من خلال مشروع ومؤسسة. هذا هو الشيء الأساسي، ثم كذلك كل المعلومات التي يعني الحاضنات تقدمها عن طريق المستشارين، عن طريق مثلا المحاضرات وغير ذلك، وحتى بناء النموذج المالي كذلك. فرواد الأعمال يأتون بأفكار، وعلى الحاضنات أن يساعدونهم على أساس أن يبنون فعلا مشاريع ذات جدية. شكرا جزيلا لك إذن الخبير في ريادة الأعمال كريم جربو، كنت معنا مباشرة من دبي. كالعادة نختتم هذه الفقرة باستعراض بعض آراء المشاهدين الذين شاركونا أفكارهم حول موضوع حلقة اليوم. يوسف حسن الكور على فيسبوك يقول: القطاع الصحي ليس بيئة خصبة للمشروعات المبتكرة لأن تكلفتها مرتفعة جدا وتحتاج إلى خبرات متمكنة في هذا المجال. عبد الله جعفر من جهته يرى أن المجال الطبي بيئة صالحة للاستثمار لأن الحياة متعتها في الابتكار والتجديد. أما نور فيعتقد أن وجود عدد كبير من المنتجين في نفس السلعة في ظل وجود علامة تجارية مشهورة يعد عقبة كبيرة أمام رواد الأعمال المبتدئين.
محمد القصاب من جهته يرى أن دعاية للمنتج والتنافس من ناحية الجودة والسعر المعقول والصدق في التعامل هي أبرز أدوات النجاح في استقطاب المستهلكين يوميا. أخيرا محمد الطراوينة على تويتر يعتبر أن العناية بالمريض ومراقبة صلاحية الأدوية وإعطائه الدواء الصحيح يمكن أن تساهم في تطوير القطاع الصحي في العالم العربي. هذه كانت حلقتنا لهذا الأسبوع. لمشاهدة برنامج أفاق الاستثمار زوروا موقعنا skynewsarabia.com/web/أفاق. كما يمكنكم دائما مراسلتنا على بريد البرنامج afaq@skynewsarabia.com. إلى اللقاء.